الرئيس السيسي يصل إلى المجر للمشاركة في قمة دول تجمع فيشغراد مع مصر. المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن نتائج الانتخابات التشريعية وتبدأ تلقي الطعون بدءا من اليوم. المنتخب الوطني يفوز على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. منتصف الليل العاشرة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع إيمان الحويزي. أهلا بك إيمان. أهلا بك شادي، ومشاهدينا الكرام أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين عدد من معاوني النيابة العامة من خريجي دفعات 2017 و2018 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون. وشمل القرار تعيين 128 عضوا للنيابة العامة من دفعة 2017 و483 معاونا للنيابة العامة من دفعة 2018. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع فيشغراد مع مصر، حيث يضم التجمع كل من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع فيشغراد تأتي للمرة الثانية عقب عام 2017. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى دولة المجر للمشاركة في مؤتمر مصر ودول فيشغراد، والذي يضم أربع دول هي المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا. ولدى وصول سيادته للعاصمة بودابست، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة بالمجر وأعضاء السفارة المصرية في العاصمة بودابست. وتسعى الدولة المصرية لتطوير التعاون مع التشيك في إطار هذا التجمع الإقليمي الهام، نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر. يعد تجمع فيشغراد واحداً من أقوى التحالفات الثقافية والاقتصادية والعسكرية والسياسية في أوروبا. المزيد في العرض التالي. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لمصر ودول تجمع فيشغراد، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والقضايا الإقليمية والدولية. وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أكد شكري حرص مصر على تعزيز علاقاتها بدول تجمع فيشغراد. علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي ودول فيشغراد كافة أعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات أهمية لمصر في إطار جهودها التنموية، في إطار تناولها للتحديات التي هي قائمة في المنطقة، ونسعى إلى استمرار التعاون المثمر والتفاهم لدول الفيشغراد، خاصة
للأوضاع في مصر، لتطورها، لتحديات، وأن تكون دول مؤيدة للعلاقات التعاون القائمة فيما بين مصر والاتحاد الأوروبي. نحن تناولنا في جلستنا اليوم قضايا متعددة، وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية والجهود التي بذلتها مصر للعمل على الحد من هذه الظاهرة لتأثيرها الضار ليس فقط على الدول المستقبلة، دول فيشغراد، دول الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا على مواطني دولنا والدول المصدرة للهجرة، لتعرضهم للصعوبات المرتبطة والمخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والخضوع لتنظيمات الجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخاطر المتصلة بالهجرة بوسائل غير مؤمنة والتعرض في البحر للمخاطر الغرق. عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مع نظيره المجري بيتر سيارتو على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة بودابست. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي وملف الطاقة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف متحدث الخارجية أن الوزير شكري وقع عددا من الأطر التعاقدية مع نظيره المجري. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالعلاقات المصرية المجرية وما شهدته من تطور خلال السنوات الماضية. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والتجارة المجري، أضاف شكري أن مشاركة مصر في قمة دول تجمع فيشغراد تتيح الفرصة لمناقشة القضايا والتحديات المشتركة. هناك صداقة حميمة بين الشعب المجري والشعب المصري، وتعزز خلال السنوات الماضية دائما الحرص المتبادل على أن تكون علاقات مؤسسة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل والرغبة في تحقيق المصالح المشتركة. وأنتهز هذه الفرصة أيضا لتوجه بالشكر للاهتمام لأن تعقد قمة دي تشرد فور ومع مصر تحت الرئاسة المجرية، وهذه ثاني جولة لهذا الاجتماع، وانعقادها على مستوى القمة يرسخ من الرؤية المشتركة ويتيح المجال لمزيد من التواصل والتفاعل والمناقشة للتحديات العديدة التي تواجه دولنا، وهناك تماثل في مواقفها إزاء كثير من القضايا الدولية والإقليمية، ونسعى إلى توثيق هذه الصلات وأيضا اكتشاف مزيد من مجالات التعاون. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية الكورية تشهد طفرة، خاصة في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وهو الأمر الذي يلقي بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون في بين البلدين في كافة المجالات باتجاه الشراكة التعاونية الشاملة. وخلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية بيونغ سيوك بارك، أعلن المستشار جبالي أن مجلس النواب بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية. أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية، معربا عن تطلعه بأن تشهد هذه العلاقة الوطيدة مزيدا من التطور في مختلف مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي والسياحي. جاء ذلك خلال استقباله بيونغ سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية والوفد المرافق له. من جانبه أعرب رئيس البرلمان الكوري الجنوبي عن تقديره لما تقوم به مصر من مجهودات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بحضور عدد من شركاء التنمية،
بما في ذلك ممثلي هيئات الأمم المتحدة ووكالات التنمية الدولية. وخلال اللقاء استعرض مصطفى مدبولي عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لافتا إلى أن هذه المبادرة الوطنية تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من نصف سكان مصر، وأشار إلى أن المبادرة تعد بمثابة مشروع القرن 21، فهي أهم ما تم تنفيذه في مصر منذ أكثر من نصف قرن، لافتا إلى أنها مبادرات شاملة تحتضن كل المبادرات الرئاسية. من جانبهم أكد شركاء التنمية أنهم سيعملون على تنسيق الجهود التي يقومون بها في مصر بما يتواءم مع الخطة الوطنية وإدماج هذه الاحتياجات في البرامج القطرية واستراتيجيات وخطط التعاون المستقبلية. جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب القيادة السياسية والتوجيهات المستمرة لرئيس السيسي بأهمية دعم وتحفيز هذا القطاع والعمل على مضاعفة الصادرات. وخلال اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لتحفيز الصناعة وجه مدبولي بأهمية وضع توقيتات محددة للانتهاء من الخطوات التنفيذية للإجراءات 100 والخاصة بتحفيز قطاع الصناعة. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر. وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف من هذه الضوابط مساندة المطور العقاري الجاد الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية. تصريح مدبولي جاء خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب. وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أن 580 شخصا تقدموا خلال 4 أيام فقط للاستفادة من 1141 فرصة ب17 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر، فضلا عن تنفيذ 18 مشروعا جديدا بالمناطق الحرة برؤوس أموال بلغت 24 مليون دولار. أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة. تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المنافسات الرياضية في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة الموانع بالكرسي المتحرك ورياضة الريشة الطائرة. اتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية، وتم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية بالأمن العام والمخدرات خلال أسبوع، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نتابعها في التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 367 عنصرا إجراميا بنطاق 19 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، مخدرات، سرقة. وضبط معهم 168 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة لمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 47 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 498 قطعة سلاح ناري، أبرزها 67 بندقية و49 بندقية آلية و51 مسدسا و331 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و50 خزينة، إضافة ل 1147 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 328,632 حكما قضائيا بإجمالي 29,478 متهما، من بينهم 1,251 حكم جناية و124,351 حكم حبس و156,444 حكم غرامة و46,586 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضمت 57 متهماً قاموا بارتكاب 71 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 45 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 79 متهماً. كما تم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,362 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,525 متهماً وبحوزتهم قرابة 799 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وما يزيد على 337 كيلوغرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 61.5 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 17.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 91,288 قرص مؤثر و29,162 قرص ترامادول و526,500 قرص كيبتاجون، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 75 مليون جنيه. كما تم ضبط 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضية غسل أموال، وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 90 مليون جنيه. أكد وزير الري محمد عبد العاطي أن مصر لن تسمح بحدوث أي أزمات مياه، موضحا أنه لن تكون هناك أي تنمية بدون المياه. وخلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر وعدد من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف وعدد من الإعلاميين، شدد وزير الري على أن مصر تراعي مواردها المائية وتعيد استخدامها لأكثر من مرة. جلسة حوارية جديدة يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور وزير الموارد المائية والري وعدد من الإعلاميين ورؤساء الصحف بهدف إطلاع الإعلام المصري على التطورات والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالوزارات المختلفة. الهدف من الجلسات أن السادة الإعلاميين يكونوا على علم تام بكل السياسات والاستراتيجيات اللي بتحصل في الدولة المصرية. طبعا احنا قابلنا تقريبا كل الوزراء المعنيين في جلسات مغلقة وجلسات مفتوحة، والنهاردة احنا أردنا أن تكون الجلسة في القناطر الخيرية. أهم ما فيها الرحلة من إمبابة للقناطر الخيرية في النيل، الزملاء الإعلاميين كلهم شافوا هذا النهر الرائع اللي ملوش مثيل في الدنيا كلها، وفي نفس الوقت شافوا التعديات ازاي يبقى عندنا نيل بهذا الحجم من الجمال والروعة واحنا نعتدي عليه او نتعدى عليه بهذا الشكل. فده كان مهم جدا
عشان برضو الإعلاميين ينقلوا للناس الصورة الحقيقية. مؤتمر القاهرة للمياه واستخدام التكنولوجيا لإدارة ملف المياه، هذا أبرز ما تناولته الجلسة الحوارية المنعقدة بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إلى جانب الحديث عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة. إحنا عيننا على المستقبل، شايفين الزيادة السكانية رايحة لفين، شايفة الدولة خطط التنمية رايحين لفين، باستغلال لكل نقطة مية، إعادة الاستخدام أكتر من مرة، بنعيد استخدام 4 مرات وهنعيد استخدام تاني بالمشروعات الكبيرة اللي إحنا بنعملها. المشروعات ديت لما تكتمل بإذن الله هتبقى مصر أكبر دولة في العالم في إعادة الاستخدام. مهم جدا إن إحنا الناس في مصر من خلالكم تعرف إحنا بنعمل إيه وماشيين إزاي وإيه دورهم وإيه الواجبات اللي عليهم وإيه الواجبات اللي علينا، بحيث إن إحنا بإذن الله ما يبقاش عندنا أي أزمات مية، ومش هنسمح إن يبقى فيه أي أزمات مية. الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أي أزمات مية في مصر. لقاءات متتالية تجمع أعضاء العمل الإعلامي بصناع القرار ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لرفع درجة وعي المواطنين وإطلاعه على آخر تطورات خطط التنمية. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد حرص مصر على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة 68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وعدد من مسؤولي المنظمة. كما شددت الوزيرة على ضرورة التعاون بين أعضاء اللجنة وتبادل الخبرات للارتقاء بصحة العامة للمواطنين في البلدان. من جانبه أكد الدكتور تيدروس أدانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية أن المنظمة توصي بضرورة تلقيح 40% من السكان بحلول نهاية 2021 و 70% بحلول منتصف 2022. رحبت مصر بتشكيل الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، مثمنة الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الدولة التونسية للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي نحو الازدهار والنماء. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت مصر عن ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مجابهة كافة التحديات المختلفة في إطار التكاتف الشعبي وتحت القيادة الحكيمة للرئيس قيس سعيد. وأكدت مصر أنها ستظل داعمة ومساندة لجهود القيادة التونسية في مساعيها نحو ترسيخ ركائز الاستقرار في تونس وتحقيق التقدم والتنمية بما يصون مقدرات شعبها ويحفظ مؤسسات الدولة الوطنية. أكد الرئيس التونسي أن بلاده تشهد لحظات تاريخية بتشكيل الحكومة، وأكد في تصريحات عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين أن الحكومة ستسعى لإخراج البلاد من أزمتها والظرف الصعب الذي تمر به تونس. في هذا اليوم نعيش لحظات تاريخية، لحظات سنصنعها معا، لعلها لحظات صعبة، بل هي صعبة وفيها من التحديات الكثير، ولكن الإيمان بالنجاح والإصرار عليه هو الذي يجمعنا، وسننجح إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة لإخراج تونس، لإخراج بلادنا التي تتسع للجميع، ولكن لإخراجها من هذا الوضع الذي تردد فيه. أتوجه في البداية بخالص الشكر إلى السيدة نجلاء بودن رمضان على قبولها تحمل هذه المسؤولية الثقيلة في هذه الظروف الصعبة. وحذر الرئيس التونسي كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم، مشددا على أن بلاده لن تقبل بأن تكون تحت أي وصاية. وفي ظل هذه التدابير الاستثنائية أحذر، بعد أن وجهت التحذير تلو التحذير،
لكل من ستسول له نفسه أن يتعدى على الدولة ومؤسساتها أو على المواطنين وممتلكاتهم، وسنحبط إن شاء الله ما قد يخططون له في قادم الأيام. قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن إن حكومتها ستسعى لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة ثقة المواطن في العمل الحكومي، وشددت في كلمة لها أثناء مراسم أداء يمين الحكومة الجديدة على العمل لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية في تونس. وتقوم توجهات العمل لهذا الفريق الحكومي حول النقاط التالية: أولاً، استعادة الثقة في الدولة، ثقة المواطن في نفسه، ثقة الشباب في نفسه، وهي ثقة لا تتحقق إلا بشعوره بأنه مواطن كامل الحقوق. ثقة المواطن في الإدارة وفي المرافق العمومية، ثقة المواطن في العمل الحكومي، ثقة الأطراف الأجنبية في تونس، الثقة في المعاملات، وهي ثقة لن تتحقق إلا بتطبيق القانون دون أي تأخير أو تمييز. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نتائج الانتخابات التشريعية. أشارت المفوضية خلال مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 9 ملايين عراقي أدلوا بأصواتهم بنسبة مشاركة بلغت 41%، وأضافت أنها ستتلقى الطاعون في الانتخابات بدءا من اليوم الثلاثاء. عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين البالغ عددهم 3223 مرشحا، وكذلك نسبة المشاركة في كل دائرة انتخابية وأعداد الناخبين فيها. كان عدد المسجلين في سجل الناخبين لانتخابات مجلس النواب 22,116,368 ناخب، موزعين على 8,962 مركز اقتراع و 57,944 محطة اقتراع. وكان العدد الكلي للناخبين الذين صوتوا في الاقتراع الخاص والعام 9,077,779 ناخبا وبنسبة 41%، وكان عدد الشكاوى للاقتراع الخاص 25 شكوى فقط، وللاقتراع العام 94 شكوى، منها خضراء 20 وصفراء 21 مع 78 قيد التصنيف. أكد الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، أكد أن خطط تأمين العملية الانتخابية شهدت مرونة عالية ولم تشهد خروقات. هذا اليوم الذي كنا نعمل عليه منذ تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي شكلت بموجب الأمر الديواني 35 لسنة 2021، هذا اليوم الذي وعدنا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكل شعبنا بأن هذه الانتخابات ستكون انتخابات آمنة وتجري بدون خروقات أمنية وتجري بدون التأثير على إرادة الناخبين. هذه الانتخابات لأول مرة تجري بدون حظر للتجوال، وكانت الأمور تجري بسلاسة عالية. جميع القطاعات والوحدات التي اشتركت بتأمين حماية الانتخابات كانت قطاعات تعمل ليل نهار، وإلى الآن وحداتنا وجنودنا وضباطنا ومقاتلينا من وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الاستخبارية لا زالوا في الواجب لغاية هذه اللحظة ولحين إكمال النتائج وعودة كل الصناديق إلى مخازن المفوضية.
هذا وأعلنت وكالة الأنباء العراقية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام. بحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بواقع 73 مقعداً وتليها كتلة التقدم ب 38 مقعداً وجاءت كتلة دولة القانون في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعداً. بدأ أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لبحث تشكيل ائتلاف حاكم جديد محتمل. وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة شولتز بفارق ضئيل على كتلة الاتحاد بزعامة المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. أدى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ اليمين الدستورية مستشارا جديدا للنمسا خلفا لسبستيان كورتس. وأدى شالنبرغ اليمين في مراسم بمكتب الرئيس ألكسندر فاندربلين بحضور خلفه في منصب وزير الخارجية مايكل لينهارت. أعلن المستشفى الذي يعالج فيه رئيس التشيك ميلوج زيمان استقرار حالته الصحية ونقل زيمان والذي يبلغ من العمر 77 عاما للمستشفى ويتلقى العلاج في أعلى فئة من وحدات العناية المركزة بسبب ما وصفه مدير المستشفى بأنه مضاعفات مرتبطة بمرض مزمن ولكنه لم يكشف عن طبيعة المرض وأجل المرض الخطوات الأولية في محادثات تلي الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة. أوصى فريق الخبراء الاستراتيجي المعني بالتطعيم بمنظمة الصحة العالمية بتقديم جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعتمدة من المنظمة والموجودة على قائمة استخدامات الطوارئ لمن يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل أو شديد. وكشف رئيس فريق الخبراء أن مرضى نقص المناعة يجب أن يحصلوا على جرعة إضافية من لقاح كورونا عقب فترة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر من موعد الجرعة المعتادة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تغير المناخ هو أكبر تهديد صحي يواجه البشرية داعية إلى وضع التزامات مناخية وطنية طموحة إذا أرادت الدول الحفاظ على تعاف صحي من وباء فيروس كورونا. جاء تحذير المنظمة استباقا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيعقد في غلاسغو باسكتلندا في 31 من أكتوبر الجاري. أوضح تقرير للمنظمة أن وباء كورونا سلط الضوء على الروابط الحساسة بين البشر والحيوانات والبيئة
حث جميع البلدان على اتخاذ إجراءات حاسمة في المؤتمر للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجة ونصف الدرجة المئوية. قالت وزارة البيئة الفرنسية إن البلاد ستحظر التغليف البلاستيكي لكل أنواع الفاكهة والخضر تقريبا اعتبارا من يناير المقبل، وذلك في محاولة للتقليل من النفايات البلاستيكية. ونشرت الحكومة الفرنسية تطبيقا لقانون سنة في فبراير الماضي شمل قائمة تضم 30 نوعا من الخضر والفاكهة يجب أن تباع دون تغليف بلاستيكي اعتبارا من أول يوم في العام الجديد. يواصل البركان تورانه في جزيرة لابالما إحدى جزر الكناري بإسبانيا، وطلبت السلطات من 3000 شخص من أهالي الجزيرة البقاء في منازلهم بعدما دمرت الحمم البركانية مصنعا للأسمنت، ما أثار مخاوف جديدة من انبعاث غازات سامة. والآن وقفة مع أخبار الاقتصاد. بحث وزير البترول طارق الملا مع وزير النفط والمعادن اليمني عبد السلام بعبود سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين. أكد الملا استعداد مصر لتقديم كافة الإمكانيات التي يمكن تقديمها للأشقاء في اليمن في مختلف أنشطة البترول والتعدين للمساهمة في النهوض بالقطاع. انعقدت جولة المشاورات الختامية لإعداد استراتيجية التعاون القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026. وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أنه من المستهدف الانتهاء من الاستراتيجية بحلول فبراير القادم، وستدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام إلى جانب تسريع وتيرة التحول الأخضر وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص. بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع سفير اليابان بالقاهرة نوكي ماساكي فرص الاستثمار بالمنطقة وتقديم الدعم الفني لها في مجالات متنوعة. أشار زكي إلى أن الوضع الحالي للاستثمار في مصر هو أفضل وقت، حيث تتمتع بمناخ جيد للاستثمار وفرص متعددة في مجالات متنوعة. من جانبه أكد السفير الياباني أن بلاده تعتزم تعزيز العلاقات في المنطقة أو مع المنطقة الاقتصادية للقناة، حيث تعد مركزا استراتيجيا هاما للنقل البحري الدولي والبوابة الرئيسية لقارة أفريقيا. أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 لكل من الكندي ديفيد كارد والأمريكي جوشوا إنغريست والأمريكي الهولندي جيتو أمدنس. وأوضحت الأكاديمية أن الاقتصاديين الثلاثة أحدثوا ثورة في البحث التجريبي في العلوم الاقتصادية. قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وذلك بدعم من تعافٍ متزايد للطلب العالمي. أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.26 دولار، تسجل عند التسوية
83.65 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.17 دولار أو 1.5 عند 80.52 دولار بعد أن لمست أعلى مستوى لها منذ 2014 عند 82.18 دولار. نتابع الآن أخبار الرياضة. حقق المنتخب الوطني فوزا مهما على نظيره الليبي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم في مدينة بنغازي. منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث سجل ثلاثية الفراعنة كل من أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي على التوالي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة السادسة، بينما توقف رصيد ليبيا عند 6 نقاط في المركز الثاني. وأعربت الجماهير المصرية عن سعادتها بفوز المنتخب الوطني على ليبيا بثلاثية نظيفة. أشادت الجماهير بأداء المنتخب وبفكر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كيروش. بصراحة يعني هو كان أداء حلو ومشرف، وكانوا رجالة في الملعب، والفضل طبعا يرجع المدرب بعد ربنا. المدرب يعني إدى حماس للعيبة وخلاهم يلعبوا رجالة، يعني هم كانوا كلهم بيلعبوا رجالة بصراحة. في اداء، في جمله بتتنفذ، في فكر مدرب. الحمد لله الاداء كان كويس، واللعيبه لعبت اداء كفرقه رجاله يعني، والحمد لله طلعنا 3-0 من الماتش. وكشايف ان كروشي مدرب كويس، وان شاء الله يبقى ليه نظره كويسه مع المنتخب. يعني كانت في جمل كويسه شغاله، والمنتخب ليه شكل، ومصطفى محمد ظاهر كويس، ورمضان كويس، شكل المنتخب كويس يعني. وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. للمزيد ينضم إلينا الآن هاتفياً أمير نبيل الناقد الرياضي. أستاذ أمير، أهلاً بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية. كان هناك قلق من البعض ربما من التعديلات والأمور اللي أجراها كيروش خلال الفترة الماضية، ولكن الأداء كان يعني هايل جداً، ويمكن تابعنا منذ قليل رأي الجماهير المصرية. كيف تابعت اللقاء؟ خير، تحياتي لك وكل السادة المشاهدين، ونهنئ أنفسنا، نهنئ المنتخب المصري والجماهير المصرية بالفوز العريض الذي تحقق على المنتخب الليبي الشقيق في التصفيات المؤهله لنهائيات كاس العالم. بالتاكيد طبعا الفوز يعني كنا بحاجه اليه، حتى التعادل يعني ما قبل المباراه البعض كان يتحدث عن ان التعادل لم يكن بالنتيجه السيئه اذا ما كان قد تحقق بالفعل خارج قواعد المنتخب المصري وعلى ارضيه ملعب يعني من النجيل الصناعي لن يعتد عليها غالبيه اللاعبين سواء المحترفين او المحليين، وبالتالي لم تكن الظروف مثاليه بالنسبه للمنتخب المصري. ايضا الجهاز الفني الذي تسلم المهمه بقياده البرتغالي كارلوس كروس قبل وقت قصير من مباراتي ليبيا اللذان يعني اللتان تمثلان عنق الزجاجه في مشوار التصفيات المونديالية، فبالتالي تحقق المطلوب، تحقق المطلوب على مستوى النتيجه وعلى مستوى الاداء. البعض كان قد راى ان يعني مباراه ليبيا الماضيه التي فاز فيها المنتخب المصري بهدف نظيف لم يعني تحمل الكثير من اللمسات او البصمات الواضحه للجهاز الفني، وان كان الاداء يعني اكثر اقناعا من ذي الفضل، ولكن يعني الفوز في مباراه اليوم بهذا الاداء المقنع وهذه النتيجه الكبيره، وايضا اهدار مزيد من الاهداف اكثر من ثلاثيه، اعتقد ان هذا يعني اقناع كبير من الجهاز الفني حتى الان. اعتقد انها دفعه قويه ايضا في مشوار التصفيات، تامين صداره الترتيب، توسيع فارق النقاط، اللعب باريحيه قبل الجولتين المقبلتين امام كل من انغولا والجابون، فاعتقد ان مكاسب بالجمله يحققها الجهاز الفني من وراء هذا الفوز الكبير. كنت اسال حضرتك عن انعكاس صداره المجموعه الان على باقي الجولات القادمة، وأيضا انعكاسه على ثقة ليس فقط اللاعبين في الجهاز الفني والتعامل معه، ولكن أيضا ثقة الجماهير المصرية في أداء الجهاز الفني وأيضا اللاعبين. نقطة مهمة للغاية التي طرحتيها، يعني بالنسبة لحسابات الجولتين المقبلتين، المنتخب المصري الآن بيتصدر ب10 نقاط بفارق، 4 نقاط كاملة عن المنتخب الليبي.
يعني كنا نتمنى يعني ان تكون يعني نظام التصفيات يسمح بتاهل اكثر المنتخب حتى يرافقنا المنتخب الليبي الشقيق الى يعني المرحله التاليه، ولكن كما هو معلوم يتاهل منتخب واحد فقط الى مرحله النوك اوت او لخروج المغلوب ما بين 10 منتخبات، يتاهل 5 منها الى نهائيات كاس العالم المقبله باذن الله. فبالتالي يعني قبل جولتين من النهائي اعتقد ان الامور باتت اسهل بالنسبه للمنتخب المصري. التعادل كان يعني سيكون نتيجه جيده، ولكن كان سيفقد المنتخب المصري في لغه الحسابات المعقده ضروره الفوز وانتظار عدم يعني التعثر في جولتين، خاصه المباراه المقبله امام انجولا في لواندا بالجوله الخامسه. اعتقد ان الاعصاب ستكون اكثر هدوءا لان 3 نقاط تكفي لتاهل المنتخب بشكل مباشر دون النظر لاي اعتبارات اخرى، لان ذلك سيحافظ على فارق 4 نقاط مع اقرب منافسي المنتخب الليبي يعني قبل جوله من الختام. واعتقد ايضا ان نتائج المنتخبين الجابوني والانجولي تثبت لمصلحه الفراعنه بشكل كبير بانفاذ كل منهما على الاخر، فبالتالي اصبح رصيد المنتخب الانجولي 3 نقاط ورصيد المنتخب الجابوني 4 نقاط، فبالتالي بعد تماما عن ثبات التاهل على مستوى طمانه الجماهير ويعني الاداء الجيد الذي قدمه المنتخب المصري دفع معنويه في الفترة المقبلة. من الهام أيضا أن نذكر بأن المنتخب المصري ليس فقط يبحث عن الأداء والنتائج الجيدة، ولكن أيضا تحسين وضعيته في التصنيف قبل القرعة النهائية التي ستضع ستحدد المنافس في مرحلة التأهل النهائي لنهائيات كأس العالم. فأعتقد أن المنتخب المصري بحاجة لأن يكون ضمن المنتخبات الخمسة الأولى على مستوى القارة السمراء حتى يتجنب مواجهات من العيار الثقيل في هذه المرحلة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل أستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. فاز المنتخب الجابوني على نظيره الأنجولي بهدفين دون مقابل في الجولة 4 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. افتتح مهاجم فريق أرسنال أمريك أوباميانغ التسجيل لمنتخب الجابون في الدقيقة 74، ثم سجل مدافع منتخب أنغولا تو كارنيرو الهدف الثاني للجابون بالخطأ في مرماه، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الجابون للنقطة 4 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد أنغولا عند 3 نقاط في المركز الرابع. وحقق منتخب كوت ديفوار فوزا مهما على ضيفه ملاوي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. بهذا الفوز يحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة 4 برصيد 10 نقاط، ويليه منتخب الكاميرون برصيد 9 نقاط بعد فوزه على موزمبيق لحساب الجولة نفسها، ثم ملاوي برصيد 3 نقاط، وأخيرا موزمبيق بنقطة واحدة. فاز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 4 بالمجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022. رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الجزائر صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط أمام النايجر صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاط والمقرر لها الثلاثاء. بينما يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط. تأهل المنتخب الألماني إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد فوزه على مضيفه مقدونيا الشمالية برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 8 بالمجموعة 10 ليصبح أول المنتخبات المتأهلة إلى المونديال. وبهذا الانتصار ارتفع رصيد ألمانيا إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 8 نقاط عن ملاحقتها رومانيا، فيما توقف رصيد مقدونيا الشمالية عند 12 نقطة في المركز الثالث. يواجه المنتخب الإنجليزي ضيفه المجري اليوم الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. سيقام اللقاء على ملعب ويمبلي الشهير في 9:45 مساء. تتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة 9 برصيد 19 نقطة، بينما تحل المجر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.
والآن نذهب إلى أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختم النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يصل إلى المجر للمشاركة في قمة دول تجمع فيشغراد مع مصر. المفوضية العليا للانتخابات العراقية تعلن نتائج الانتخابات التشريعية وتبدأ تلقي الطعون بدءا من اليوم. المنتخب الوطني يفوز على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا جزيلا على طيب المتابعة. قدمنا لكم هذه النشرة الزميل شادي شاش وأنا إيمان الحويزي. إلى اللقاء.